يعني المعروف انه انا دايما مع دايما مع البي، ودايما بقول انه البي لازم يكون متساوي مع الام، ولازم تكون يعني اهتمامه بولاده بنفس الطريقه. وهيدا الحديث اللي وجودي بعالم الصباح مع احترامي لكم كل الستات والامهات اللي انتم على راسنا، انه البي كمان لازم ياخذ هالدور بشكل صحيح. ولكن حكما دائما في استثناءات، ودائما في امور لازم ينحكى فيها. واليوم تضويتنا على هالموضوع هذا اللي رح نحكي فيه هلا هو بلكي كمان لنحسن الصوره اكثر، ولنخلي انه الامور ما توقع مطرح ما لازم توقع بشكل خطر. رانيا مرشاء، مسؤوله العلاقات العامه بجمعيه بكفي واولادي بالدنيا. رانيا مرحبا. بنقول استثنائيا كمان زميلتنا مايا بتكون معنا ابتداء من التنين الله رد. رح نحكي عن التحرش الجنسي بالاطفال من قبل الوالد، يعني هذا موضوعنا الاساسي، وفي حالات للاسف موجوده. حضرتك من جمعيه بكفي وشايفه مثل هالحالات. انا بدي بلش انه قبل ما هذا خبريني شو يعني بيتحرش بولاده وشو عم بصير. عن سامبل عندك اياه مثلا شايفتي قدامك. نعطي سامبل اكيد. بونجور. صباح الخير. سامبل رح اعطي حاله نحن اشتغلنا عليها بس اكيد من دون ذكر اسماء. في الام مثلا بتتصل فينا وبتقلنا انه البي عم يتحرش ببنته، هلا في مشاكل بين الام والبي وفي طلاق بالقضاء، يعني في مشاكل قانونيه وفي طلاق. فبقى اتصلوا فينا والبي اكيد بما انه البنت عم بتكون اوقات مع الام اوقات مع البي، بالوقت بمره من المرات اللي كانت فيها مع البي تحرش فيها جنسيا للاسف. شو عمرها يعني؟ عمرها 9 سنين. اوكي. يعني طفله. تحرش فيها جنسيا، هيدي وحده من القصص اللي كثير اللي بنسمعها، يعني اذا بدنا نحكي كثير موضوع يمكن بحضرك فيلم رعب عن جد قد ما بنسمع قصص، بس لازم ينحكى بقى على الموضوع. نعم. لانه اذا بنضل ساكتين بدنا طيب هون شو المشكله؟ يكتروا ما نحكي عنه. تخلف عقلي، مرض نفسي اكيد في كثير يعني. في كثير عوامل. شو السبب؟ في كثير عوامل اساسيه بتلعب دور بانه البي يصير جاني ويعتدي جنسيا. يعني بس تحكي هوموسكشوال او تحكي في شيء بالجينات اوقات بيكون، في شيء بالتربيه، في شيء يعني وقت تحكي تحرش ببنته الواحد او بابنه اللي هو يعني وبخيه وباخته بهالامور، هيدا شو؟ هيدا بيكون عن تربيه، بيكون عن جينات. ممكن كثير عوامل مثل ما ذكرت، رح اذكر بس بعض العوامل منها. ممكن البيئه يلي ربي فيها اكيد، ثقافته تجاه هيدا الموضوع، يعني هو كيف بينظر لهيدا الموضوع، اذا هو بيعتبره انه هيدا الشيء غلط او لا، اذا ممكن يكون صاير معه هيدا الشيء، يمكن هو عنده سوابق معتدي بطفل او بشخص اخر قبل ما يتجوز قبل ما يصير عنده اولاد وكفت معه القصه. ممكن كمان يعتبر انه بنته حق لإله، هيدي خطوره تامه، او لانه عم ياخذوها منه. اذا كان عم تقولي لي عم بيطلق الحاله اللي حكيتي عنها، هيدي حاله. كل حاله لانه في لها علاج، بس انه ما فينا يعني نعمم على كل شيء، كل حاله لها هل اذا معتدى عليه كمان ممكن يوصل لهون؟ اكيد اذا اكيد في اذا معتدى عليه ممكن هو بده ينتقم وقتها كان صغير. صح. من اولاده ينتقم؟ ينتقم يعني ايه، اذا هو عنده صار عنده نوع من الخلل النفسي وما تعالج هيدا الخلل اكيد ممكن يعني بتصير ازمة على المجتمع، لانه العيلة مش بس هو وبنته، كمان امه وبيه يعني العيلة كلها بدها تتأذى، وبالتالي المجتمع كله بده يتأذى اذا ما صار العلاج المزبوط للبي قبل يعني قبل ما توصل القصة. طيب. للاطفال. وين فيك تسميه تحرش جنسي؟ من وين اذا بلش؟ التحرش الجنسي بي بي بواحد بولاده، يعني اذا كان الاب او الام، يعني بتصير ام كثير؟ ما بعتقد. لا ما بتصير. لا لا يعني للاسف انه القصه على طول بتكون البي يا بابنه يا ببنته، مش على طول اكيد ببنت. التحرش الجنسي بيصير لما يطلب من الطفل يعمل شيء جنسي، يعمل فعل جنسي او هو يعمل مع الطفل فعل جنسي، او حتى يمكن يتحرش فيه كلاميا. مش ضروري يكون في لمس. فبقى هيدا هيك بيكون التحرش الجنسي. شو لازم يصير هون برايك؟ هلا اكيد في خوف بيكون دائما انه يخبر هالولد شو عم بصير معه، وهذا الخوف لازم يطلع منه. كيف لازم نكتشف في عوارض معينه، في ملامح معينه بتصير على الولد حتى يقدر يعرفوا اللي حواليه ويخبروا يعني؟ صح. الطفل يلي بيصير معه هيدا الموضوع
نعم. بيصير هو عنده نوع من الخوف، نوع من الانزواء، ممكن افراط بالاكل او يقل اكله، ممكن يصير قدام الام يبعد عن البي، يعني ما بده يتواجد بذات المطرح بذات المكان مع البي، يبعد عنه، ما يحكي معه، يمكن يصير يقرب اكثر من والدته بس من دون ما يخبرها، يمكن عنده نوع من الخجل او الخوف او مش عارف كيف ممكن يتصرف تجاه هذا الموضوع. هون لازم الام دورة كتير كبير، لبل دورة أساسي بأنه تحكي مع الطفل بطريقة كتير رايقة وكرمال يقدر يفتح قلبه ويخبر من دون أي خوف، ويكون في ثقة تامة كرمال هو يخبر. وأكيد لازم تكون ردة فعله كتير طبيعية، بعرف أنه ممكن تنصدم وتخوفه للطفل بس مش لازم، يعني لازم تتصرف مع الموضوع برواق. نعم. كرمال أكيد يرجع ينأخذ الخطوات التانيين. وين لازم يتوجهوا؟ كيف فين يتصلوا؟ بمين يتصلوا؟ نطلب من يلي بيعرف عن هيدا الحالات يتصلوا فينا بجمعية بكفي. نعم. بكفي.org 70646150. وأكيد في أخصائيين كان معالجين نفسيين أو طبيب. طب بالقانون أنتم فيكم تطالوا الموضوع؟ أكيد إذا في ضرورة نعم يحال الملف إلى القضاء. طب كيف كنت تصدقوا هذا الشيء؟ كيف يكون ثبتوا هذا الشيء؟ صح. رح أعطيك اكزامبل صار معنا عن حالة. نعم. في هيدي غير هيديك الحالة، في كانت أم عم كمان في مشكلة مع البي وفي طلاق. نعم. وفي طفلة عمرها 7 سنين واتصلت فينا الأم وعم بتقلنا إنه البي عم يتحرش ببنته بمرة. نعم. من المرات، وأكيد أخذنا البنت على أساس تشوفها المعالجة النفسية، وأكيد في جلسات وفي أسئلة بدها تنطرح، بدها تضطر الطفلة إنه تجاوب عنا بكل صراحة. من بعد كذا جلسة اكتشفنا إنه هيدا الشيء مش مزبوط. أها. صح. في أوقات لأنه بده ينتقموا من بعضهم بالمحاكم. 100% كرمال القاضي يمكن أكيد يحكم لها لألا 100%. يعني وهيدا الإجرام بحد ذاته، يعني اعتديت أنت على بنتك وعلى جوزي. صح. على البي يعني. صح، بس انه بالنهايه البي يمكن بيقدر هو انه يدافع عن حاله، بس الطفله شو ذنبها؟ اضطرت تتعرض لاسئله كثير حرجه وتمرق بتجربه هي بغنى عن 7 سنين. شو هالام هيدي هون هي يعني مغتصبه، هي حاله ام مغتصبه 100% اغتصبت. نعم. حقوق بنتها. نعم. كرمال توصل لغايات معينه هي بتشوفها انه هيدا الشيء صح بالوقت يلي هيدا الشيء ابدا منه صح. طيب هيدي حالة. نعم. بحالة انه مزبوط يعني في تحرش جنسي قبل الوالد، كيف كنت ثبتوا على هذا الاجرام اذا ما في شهود؟ ما هون عندنا بتعرفي بالقانون بده شهود وبده امور شو بصير؟ اكيد بس في طبيب هو بده يكشف على ممكن ما يكون في شيء مغير بيولوجيا مثلا. 100% 100% ممكن ما يكون في شيء، بس لما مثل ما بيقول لما بيجتمع مي وحامض وسكر بدهم يعملوا ليموناد مثل. نعم. ما بيقولوا انا عم بكون محامي الشيطان لسهل الامور لاوضح اكثر يعني. صح. نعم. بس ما في شيء ما بيبين، لانه بالنهايه هيدي شغله الاخصائيين، يعني يمكن انا ما اقدر احكم بهذا الموضوع، يمكن انا ما اقدر اعرف لو قد ما حكيت مع الضحيه. نعم. بس المعالج النفسي بطريقته بيقدر انه يحصل على الاجوبه الصح المضبوطه. نعم. تنعرف الحاله مضبوط كيف صارت. طيب باي عمر فيها نلحق هالطفل انه لعدم تعرض لتعرض يعني لانه لعدم تعرضه لمشاكل نفسيه بالمستقبل؟ لازم في حل؟ في حل اكيد، ما في شيء ما في له حل، مع انه مثل ما بيقولوا انه الحياه منا كلها زهور وسعاده وهيك، يعني بيصير في اشياء بيتعرض لها الانسان، بس لا. اكيد ما في شيء ما في له حل، ومع العلاج الاختصاصي مع الاخصائيين كل شيء في له حل، ولازم لما ينعرف عن هيدا الموضوع. نعم. دغري دغري يتضوا عليه دغري، يعني بليز انا بناشد الكل يتصلوا فينا تدغري نبلش نشتغل على الحاله، لانه كل ما كان اسرع كل ما حدينا هيدا الموضوع. بفي عمر معين بنوصل لحيط مسدود يعني ما خلص؟ يعني لا بصراحه ما في عمر معين بنوصل لحيط مسدود، better late than never. أكيد. يعني كل ما كان لو كان مأخر، بس إذا صار العلاج أكيد بده يكون في له إيجابيات. نعم. طيب في أرقام عندكم بكفي؟ أكيد أكيد. قد إيه ما يقارب قد إيه الإحصاء بيقول؟ الإحصاء الأرقام اللي بيصير فيها. نعم. الحالات الموجودة. للأسف
واحد من أصل 6 أطفال بيتعرضوا للتحرش الجنسي، وثلاث أرباعهم يعني 75% ما بيخبروا حدا، ما بيخبروا مثلا الأم. طيب هو الأرقام عم تحكيهم بتحرش جنسي بس مش من قبل الوالد. لا مش من قبل الوالد. نعم نعم. إذا واحد من أصل 6 صح 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 أكيد. لا يعني تخيل، بس اللي بقدر أكد لك إياه إنه الأغلبية بيكونوا من الأقرباء. من الأقرباء يعني مش الوالد بس، إنه من الأقرباء، بس أكيد في نسبة كبيرة عم بتكون من البي. طيب والبي يحاسب قانونا ولا لا؟ عم بنجرب قد ما فينا إنه نقدر نحاسب البي قانونيا. نعم. بطريقة إنه ما نأذي العيلة، نحن بهمنا الطفل إنه يظهر من هذا الموضوع من الجو اللي هو فيه. نعم. وكيف فيهم يتصلوا فيكم؟ كيف فيهم إذا حدا عم يسمعنا وبيعرف حدا أو شاكك بحالة معينة؟ صح، حتى إذا في بي شاكك بحاله انه هو تصرفاته مش مزبوطة، مش غلط انه هو يروح يشوف معالج نفسي، يتصلوا فينا. ونحن اكيد بدنا نحولهم لعند الشخص يلي مفترض هو يساعدهم يلي هو هيدا اختصاصه. رقمنا هو 70 64 6 150. واكيد في اذا حدا بحب يقرا اكثر عن الموضوع يعرف كل المؤشرات، اذا في حيلا ان بتحب تعرف اكثر كيف ممكن تعرف اذا طفله تعرض لتحرش جنسي، يتواصلوا معنا على ال www.bkf.org. ثانك يو لك رانيا، بالتوفيق على المهمه كمان من مهام الساميه يعني، والله يبعدهم والله يقللون يا بيات، الله يخليكم، شدوا على المحبه لاولادكم وعلى التربيه الصالحه والصحيحه، هيدي اهم شيء. لكن المشاهدين بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعة، خليكم معنا.